evaluate the following integral مديني من صفر ل 4 ومديني ال equation 1 minus 8 to the power minus x وقال لي استخدم سيمسون 3 by 8 rule اللي هي بتكون لثلاث شرايح دايما ال n بتكون 3 فال h بتساوي b minus a على 3 ما بنستخدمهاش غير عدد ثلاث شرائح فقط ما بنستخدمهاش لستة مثلا بس دايما لثلاثة أربعة صفر فهتساوي 1.3333 أي رقم زوج نستخدم معاه الأدق يعني 1 by 3 رول سيمسون رول يعني لو 2 أو 4 أو 6 أو 8 10 12 نستخدم على طول قاعدة 1/3 رول طب لو كان 7 ناخد أول 4 نستخدمهم 1/3 رول والثلاثة الأخرى ب 3 باي 8 رول طب مثلا 9 ناخد 6 مع 3 دايما الزوجي ناخده 1/3 رول والثلاثة لو كان عدد فردي ناخدهم آخر ثلاثة ناخدهم 3 باي 8 11 مثلا ناخد 8 1/3 و3 سيمسون رول طبعا الترابيزويد أقلهم دقة لكن أسهلهم برمجة لو قسمت السيمسون يعني انترفلز صغيرة تدينا دقة كويسة طيب القانون أو القاعدة بتاعة سيمسون تلت رول بتقول طبعا هي دايما تلات شرايح واسمها 3 على 8 لأنها اتش 3 اتش على 8 في اف نود و 3 من اف 1 و 3 من اف 2 وأخيرا اف 3 اللي هي اف ان طيب احنا عندنا ال F1 اللي هي هتبقى F ايه نكتبها كده ال F0 اللي هي عند الزيرو هنا ال F1 اللي هي مقصود فيها 1.333 طب وهنا F2 اللي هي هتبقى 2.66667 مثلا وفي الاخر هنا F4 وهنا 0 كده قسمنا الانتربلز اهي لثلاثة طيب نشوف بقى ال F0 قلنا بزيرو ال F1 نبرمج المعادلة 1 ماينس ماينس X بقول كالك وحط 1.3333 يديني 0.7364 ال F2 كالك 2.666 آخر 7 يديني 0.93052 وأخيرا الأربعة 0.95 لا 9817 نجمع دي زائد 3 في 0.93052 3 برضو في 0.7364 في H اللي هي 1.3333 في 3 على 8 طبعا الدقة تطلع أقل شوية مثلا لو احنا خدنا عدد شرايح 4 من ال 1/3 rule تطلع أقل شوية هنشوف دقتها 2.99115 تعالوا نحسب ال percent relative error طبعا دي هتطلع تكامل 1 minus e minus x من 0 ل 4 ده الاكزاكت طبعا الترو 3.0183 يبقى 3.0183 minus يطلع الايرور مثلا 1% حاجة كده 2% ما يزيدش عن كده هقول كده الانسر ماينس الابروكسيميت تقسيم الانسر وبغض النظر طلع موجب او سالب طلع 0.9%
او almost 1%، which is طبعا accepted في كتير applications يعني. لكن في طبعا بعض الابليكيشنز يعني مثلا طيران، غواصات، اطلاق صواريخ، حاجات زي كده مش هيبقى طبعا مطلوب منها ولا حتى بوينت او او او. لكن مثلا في المباني، في المنشآت، لا احنا بنعمل سماحية، حاجة اسمها الفاكتور سيفتي او السيفتي فاكتور باتنين تلاتة، فيبقاش في مشكلة لو 1% حتى 2 حتى 5% بيبقى مقبول عندنا في معظم الانجينيرنج ابليكيشنز.